والدتي لديها بعض الحلي من الذهب الذي لا تلبسه، ولكن تحفظه لأختاه عندما تكبران، فهل على هذا الذهب زكاة؟ نعم، هذا الذهب عليه زكاة لأنه لم يعد للنصف، وإنما أعد للحاجة فهذا فيه الزكاة، لأن يخرج عنه ربع العشر من مقدار وزنه إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب فأكثر، ونصاب الذهب 20 مثقالا، أيضا الجنيهات السعودية 11 جنيها ونصف تقريبا، وبالمفاقين اثنان وبالغرامات 92 غراما، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وبلغ وزنه هذا المقدار فأكثر فإن فيه الزكاة، لأن يخرج عنه ما يقابل ربع العشر عند تمام الحول. نعم، جزاكم الله خيرا.